شنو المطلوب بحال هادشي؟ شنو كلم المفروض؟ شنو كلم المفروض؟ المطلوب هو اللي يعني يديروا واحد التصحيح مهم ما بين المواطن والسلطة المحلية باش يقدموا لنا هذا باش كل واحد ياخذ الاستفادة ديالو من ناحية التلقيح. نعم شكرا. نسولك السلام عليكم. السلام. شرح لينا من امتى جيتي؟ السلام عليكم. وقع هنا في المركز ديال البلاد ديال التلقيح انه ما بقاش كيحترم المواعيد كتعطى على مستوى المركز المركزي. نعم. 17 نعم. انا كنلقاو الناس هنا تجاوزوا المواعيد اللي تعطاتهم باسبوع ب 15 يوم. خاصك الا بغيتي انك تجي في هذا المركز مع الاسف خاصك تبقى تردد عليه لمده 15 يوم مع الفجر وتبقى واقف وهذا كتنعدم جميع شروط ديال السلامه. ما كاين ازدحام، كاين عاد كنسمعوا الكلام النابي من عند بعض الاعوان ديال السلطه، عاد كنسمعوا الدفوع، عاد كنسمعوا الناس كتدافع. انا الناس ما بقاش تلقيح البلاد ديالنا الحمد لله حققت نجاح من مستوى التلقيح. صحيح ولينا كنفتخروا بها في اوروبا. راه حنا كنعيشوا كاين الاستثناء. حنا الا كان هذا التلقيح فعلا الفرص يدنا الله ينصرها بالمجان لجميع المواطنين، حنا كنطالبوا دابا نخلصوا نديروه على الاقل. والله العظيم على هذا التكرفيس توفدوا عليه تقريبا واحد 20 الناس في النهار، ومركز البلاد عاد توفد عليه 4000 في النهار. نعم. راه حتى على مستوى ديال التوزيع المواطنين. انا جاي عندك تقول كاين واحد الخطا على مستوى توزيع المواطنين، مع الاسف واش على مستوى المركز ولا على مستوى المحلي ما كنعرفوش مناش، لان يعني الناس كاين مركز ديال السلام خاوي، الطاقم الطبي تما غير جالس كاين توافد عليه واحد القله ديال الناس، البلاد مع الاسف كيتوافد عليه واحد المجموعه ديال الناس كثيره. دابا هاد الناس هما جايين يتلقحوا ضد كورونا، هما دابا حنا هالاستيداد كي يجي يديها من هنا باش نقولوا صراحة. الحاجة اللي كنت أنا مع الأسف مع كامل الأسف أن أصبحت مواعيد كتعطى للمواطنين شكون كيعطيها الله وعد. بعض الأوراق كتوزع في الليل الصباح كيجي أنت كيعدي النبرة كيقول لي تفضل. إذن هذه المسألة راه مشبوهة الله يحفظها، راه ما خصها نتفاداوها وباش تكون بحال هذه العملية التنظيمية كان يعني الاستعانة بالجمعيات أنهم ينظموا المجتمع المدني يجيبوا لهاد الناس كراسة، كاين مندوبية الشباب الرياضة، كاين دور الشباب يجيبوهم من كراسي يحطوهم هنا يديروا كاين الحلول صراحة. الطاقة الاستيعابية ديال المركز 150 تستقبل 150 صافي ماشي كيقول لك لا بقى في النهار تما حتى للربعة حتى للجوج ولا الشاطئ. واخا خليك معنا. شنو اختي راح تبغي تقولي عاد ما غاتبانيش. ايوا صافي. إذا كما قالت واحد السيدة كان عندهم يديروا واحد الخزانة على الأقل بعدا هنايا ولا شي خزانة ولا شي على الأقل ايوا خليني نتكلم على الأقل حتى ظروف الاستقبال ديال المواطنين هي ظروف مهينة. أنك تبقى تنتظر في الشارع للشمس للازدحام، أن الناس مخشيين في بعضياتهم، ما كاينش احترام ديال شروط السلامة ديال التباعد. كنطالبوا باش أنا ندير غير الناس واقيات للشمس وكراسي الاستقبال ديالو دابا الناس كما قلتي من الفجر حتى لهنا كاين اللي غيبقى حتى الربعة كاين اللي غادي يبقى. حنا كنجي دابا أنا عندي موعد شخصيا، عندي موعد من الأربعة كتوفد من الأربعة. وأنا كنسمع شو كنعيش هاد القصة يوميا ولات عندي زعما راه كونت لي واحد المشكل في حياتي دابا. خليت شغالي خليت ولادي وليت كنتوهد على المركز مالك عندي الجلبه اليوم عندي الجلبه غدا عندي غدا. في حين انا ممكن تاخذها يعني على حسب المواعيد ديالك في 10 ديال الدقائق 10 دقائق تقوم بالعمليه ديالك. كنطالبوا بتحسين الاحترام للمواطن على الاقل. فايدي به وليتي سيمانه باش تاخذ الجلبه. انسانيه المواطن تحسب لي الشروط ديال الاستقبال ديالو دار واحد الوقيته الشتاء اييه وهادشي سهل جدا.
هذا الشيء سهل جدا، ممكن المسؤول التليفوني غادي يوفرها. الكراسي في الجامعه كيتكس كي هو في دار الشباب، راه الكراسي موجودين، كل شيء موجود. دار واحد القاعه المغطاه، قاعه كبيره، حتى لان هذا مركز خصنا نعرفوا بان هذا مركز ديال التلقيح هو فعلا كيخدم كمستوصف للحي، كيتوافدوا عليه المواطنين. المشكل كان الناس مسنين، راه ملي كنقول الناس مسنين ويبقاو واقفين من الفجر حتى لهنا، شيء غير معقول. المسؤولين خاصهم يعني ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، خاصهم ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. حنا جا السيد الباشا البارح وعاين هذا المشكل، ولكن مع الاسف حنا كنتظروا التفعيل، كنتظروا التفعيل. راه جا السيد الباشا استفسر على كيشوفوا هذا الشيء، عارفينه، جا شخصيا وشفناه، وجا شخصيا وقف هنا على هذا المشكل. ولكن ولكن شوف شكل، ولكن التفعيل شكل اخر. هذا الشيء غادي ديال المنتخبين وهذا خليه ولا حرج. لا لا، شي مسؤوليه ديال لجنه اليقظه. اذا نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر اللي نقلنا لكم مباشره. السلام عليكم، جيت تلقى جيت دير الكافي كاين. السلام عليكم، معنا فاعل جمعوي. شرح لنا هذا الاكتضاض هذا، واش كيفاش كتشوفوا انتم كمواطنين؟ كنا نعطي اللوم للمواطن، المواطن هو اللي ما نظمش. اما اللي كنشوف انا كنا كنريح المقهى هنا، انني كنشوف ان الاعوان ديال السلطه قايمين بدور كبير على راسهم تاع السيد القائد ديال الدائره. شنو هو المطلوب يدار مثلا؟ اش بغيتي المواطنين يداروا؟ هما كاملين عندهم، اعطيهم موعد واحد وكل سيمانه هو كيجي. شنو اللي غادي يديروا؟ توسيع دائره التلقيح. شكون اللي غيديرها؟ شكون اللي غيديرها؟ السلطات المعنيه. اذا وزاره الصحه تقول ان المحمديه ما عندهاش مجال. نعم، اذا رجعت للسلطات. السلطات عيطوا لهم قالوا لهم جيو، رجعوا. ها هما هذو المحمديه المدينه الوحيده في المغرب يتيمه البرلمانيين، ليس لها برلمان. دابا ودابا ودابا حنا في التلقيح، ودابا حنا في التلقيح عندنا البرلمانيين. دابا تما كتبقى قاعده، تما كتبقى انطلاقه. كنقول انك محزب، محزب. انا غير متحزب وما تنامش من الاحزاب، لان الاحزاب السياسه بزاف عليهم. اذا هذا موضوع يعني كنقول انا استاذ. اذا كنتمناو التنظيم، كنتمناو على العموم، كنتمناو العمليه التنظيم وكل شيء يتحمل المسؤوليه وكل شيء معني بها. انا كنلوم المواطن بعد صلاه الفجر كيبدا الاكتظاظ. ولكن الناس راه عندهم مواعيد، واش عاطينهم وما يجيوش؟ كيفاش يبدا الاكتظاظ؟ فين بغيتيهم؟ الا قالوا لهم جيو هنا، فين بغيتيهم يجيو؟ توسيع دائره. شكون يديها؟ المندوبيه ديال وزاره الصحه. وما المواطن قلتي عطاوهم هذا وجاو؟ ما فهمتكش انايا دابا. لا كاين هذا المقر اللي كاين ديال المندوبيه، المسؤوليه ديال السلطات هما اللي كيعينوا لهم. المحمديه تبارك الله راه 260,000 نسمه. حملتي المواطن بوحده وحملتي السلطه. دابا انت دابا انت اللي جاي تلقح وعندك الموعد ديالك، فين غتجي؟ غتجي هنايا. غادي نجي هنا. انت غادي تجي بحال اي مواطن ومن حقك تلقح. اذا الاكتظاظ راه فرض راسو، الاكتظاظ فرض راسو. حيت انت الا ما جيتيش تلقح يعني حتى راك غادي تما بحال ما بغيتش تلقح، كتكون مضطر انك تجي. استاذ اسمح لي، حنا تربيتنا هكا. والتعليق ديالك على هذه المساله هذه، شنو الراي ديالك؟ متفق معايا؟ متفق معك في الطرح هذا اللي 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 عنده الموعد راه غادي يجي، حيت ما يمكنش غادي يفرط فيه. حنا عندنا موعد، خاصك تحيد عليك التلقيح باش تمشي للاشغال ديالك. تمشي للاشغال ديالك، تما ما بطلش الاشغال ديالك وجاي باش تلقح. اييه. سيدنا ما عطانا التلقيح باش. لا حيت دابا السيد كيقول لك لا سيدي، الناس عندهم المواعيد، بحال بغى يقول ما خصهمش يجيو. لا خصهم يجيو ضروري، لانه عندك المواعيد. هو كيحمل المسؤوليه ديال الاكتظاظ، عندهم المواعيد وبغاهم ما يجيوش. هادشي من خلال ما فهمت. ها هو قدامي، ها هو يجيو. على هو قال لك لا سيدي، هذا الاكتظاظ المواطن هو اللي داره. هو راه عنده مواعيد، استاذ عنده مواعيد. واحد القضيه اننا نفتخر بها كمغاربه، ان المغرب الدوله الرائده في افريقيا. هذا عارفينها في اوروبا، حتى في اوروبا. انا نزيد لك هذه من العشره الاولى. هذا يكفي على اننا حنا غادي نمشي اتجاه صحيح. اذا حنا كنطالبوا بالعمليه التنظيميه، ما كاينش تعطير على مستوى جميع الميادين. ايوا حنا المملكه المغربيه. ايوا تعطير ما كاينش. دابا خلينا نتكلموا على المحمديه. خلينا نتكلموا على المحمديه. نتكلموا على المحمديه، المدينه اليتيمه. هذا كان 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 كنلقبها بالمدينه اليتيمه، هي مدينه المحمديه. مشاو الرجال ديالها، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين استاذ سعيد. لا غير باش دابا تحمل. انا ماشي ضد المواطن. لا، وملي كتقول المواطنين راهم جاو هنا بكثره، راه من حقهم جاو يتلقحوا، كتحمل المسؤوليه بوحدهم. لا ما علاش يجي يتلقح، يجي يتلقح. ايوا شنو اللي بغيتي؟ المشكل كاين، كيقول لك اسيدي بان ايوا المشكل ما يديروش المواطن، ماشي هو اللي كان هو اللي يدير البرمجه. شكون اللي داير البرمجه؟ هو المسؤولين. داير المندوبيه ديال وزاره الصحه، ماشي السلطه، المندوبيه ديال وزاره الصحه. بتنسيق معها، بتنسيق معها، بتنسيق معها. لان الاعوان ديال السلطه والسيد قايمين بالدور ديالهم. بدليل؟ بدليل انك كتشوف ان من 7 الصباح وما كاين، بعد صلاه الفجر. لا، المواطنين، المواطنين المفروض خاص يعني المواطن المغربي هو واحد من المواطنين. قال لك خاص تكون خيمه هنايا، يكونوا الكراسي. لا شوف استاذ سعيد، تفق معايا في الطرح هذا. غير دقيقه استاذ سعيد،
خير ملي كتكون مثلا شي معاونات كيكون شي كتكون شي تنظيم بحال بحال حنا هكا كنزاحموا الثيران ديال الكره. شوف حنا اليوم كنتعاملوا مع اكثريه من الناس اللي مسنين يعني صعيب يعني هو صعيب يبقاو واقف يعني لانه كاين المرض. متفق معايا في هذه القضيه هذه؟ خليك معايا. انا مواطن السيدة حنا عندنا موعد اليوم هنا قالوا هنا كاينين الناس ديال البارح اللي عندو الورقة ديال البارح غادي تتكلم هي كمل 120 واصلين ل 120 ايوه واللي غادي عندو اليوم يتسنى عاد ناخذو من عنده لاكارت عاد باش نسدو نديرو ليه النمرة ديالو. بالك هذا المشكل ديال الزحام عندهم كان بالنسبة للكونيكسيون ما عندهمش ايوه باش كيشدو شي واحد يبغيو يدخلو كيتعطل ليهم. هذا هو المشكل اللي عندهم وقال حنا راه حلينا هذا المشكل. هذا بعدنا الميعاد الموعد اليوم باقي ما شدينا لا نمره لا حتى شي حاجه باقي واقفين. جينا مع الفجر حطينا لي كارت ديالنا ردوا لينا لي كارت ديالنا. دابا هنا اكسيداد خطير واكسيداد كبير ديال المحمديه بريس يعني هادشي راه غيتنظم نهار الاثنين على ما اظن انا غيتنظم وحنا نتمناو حنا الاعلاميه نتمناو يتنظم من غير هادشي ما عمرنا. راه كنا جينا والبارح راه جينا والبارح راه كانوا والبارح وهضروا على هادشي وجاو وشفنا داكشي بانه راه كان غيكون خير ان شاء الله. دار البارير ما كانش البارير ما كانش البارير من جينا هادشي راه عينا وشفناه. حنا كنتسناو عاوتاني ونتمناو نتمناو في العشيه يديروا للمواطنين الكراسي هنايا. الكراسي راه موجودين في دار الشباب راه كاين الحلول السلطات راهم عارفين هاد الحاجه راه بلا ما نقولوها لهم. هي بريس راه هي المحامي الشخصي ديال مدينه المحمديه. شكرا شكرا. اخر كلمه شنو غادي تقول؟ اخر كلمه كنتمناو من هاد الناس السلطه المحليه باش يخدموا لنا هذا. حنا ثلاث ايام وحنا كنجيو هذا وباقي ما استفدنا حتى شي استفاده وكنطلبوا من عند الله يصبروا لنا الامور المواطنه راه كاين. وكنتمناو من الناس المسلمين اللي كيجيو مع الفجر هنا كيبقاو جالسين وما كيستافدوش وحنا باقي كنستناو الحاج الانسي خالد. راه كنشوفوا الناس صراحه كنشوفوا الناس جالسين كنشوفوا الناس صراحه ذاك كيطلع لهم الدم. واش غادي تصور راه هادشي راه غني عن التعريف انتم كما كتشوفوا في الصور. اذا هذه مدينه محمدية الاستثناء صراحه نعاود نقولها الا كنا كنفتخروا دوليا من خلال العملية ديال التلقيح اللي كتمر بظروف جيدة كما كيتقال وطنيا ولكن مدينة محمدية الاستثناء كما كتشوفوا. الآن غادي ننتقلوا لنادي الحرية بلاكولين لأنه تلقينا بشكايات ديال المواطنين نفس الموضوع بعد قليل في 10 دقائق.